محافظة الغابات لولاية سيدي بلعباس اندلاع أول حريق منذ افتتاح حملة مكافحة حرائق الغابات لولاية سيدي بلعباس لسنة 2020 على مستوى دائرة سيدي الحسن بلدية العمارنة غابة الدولة خامسيس. هذا الحريق الذي اندلع على الساعة الواحدة بعد الزوال تم تدخل فرق الحماية المدنية مع فرق الغابات. المساحة الغابية قدرت بخمس هكتارات من الصنوبر الحلبي والعرعر. يعني الحمد لله تم السيطرة على رقعة الحريق لعدم وصولها للسكان المجاورين للغابة، ذلك بفعالية مخطط مكافحة الحرائق الغابات لسنة 2020، وأيضا كما نقولوا فعاليته أيضا بوست فيجي اللي كان سيغ بلاس. عدنا 10 سيارات للتدخل الأولي، أيضا عدنا 132 نقطة بيئة، 11 برج مراقبة، عدنا 55 أعوان اللي سخرتهم المحافظة في حملة مكافحة.